headset, the HR, take three, interview. قال له الحكيم لجوزي معقولة تجي البنت مشوهة؟ قلت لهم الأفضل اقتلوها وما اخدها. ما بدي بنت. بنت رح ياخدها مني، ما رح يخليها عندي. هو قال لي بدي اخدها منك اول ما توليها. بيقدر مسجلين ولا بمحكمة ولا بشي؟ أنا ما كنت روح على المدرسة، أما بشتغل لأنه البابا توفى وما في حدا يصرف على العيلة، ما في حدا. إجا خطبني وقفت شغل هون. بس بعد ما تجوزت من دني بيضربني على الفوتي وطلعة بيضربني كل النهار، بيقول لي على أمك بيقلعني وبيضربني وحامل. اللي حامل هلا 8 شهور وعمري 15. أمي ما ربتني، بتجدي ربوني، بي يعني كبني ما بده. أنا ما بحكي مع أهلي هلا، صار عمري 43 سنة ما بعرف بي، ما بشوفه، ما بحكي معه، بس مع أمي بطلع بالسنة مرة بصورة. ما علموني ولا درسوني ولا شيء. رحت لعنده قال لي بدي اقول لك بصراحه، عم خبي عليكي بس معك بنت. والحكيم كان عارف انه اذا معي بنت بدي اقتل حالي. اخذ دواء تموت، ما بدي البنت تتروح. صرت اربط بطني بحبل قاسي، شدوا شدوا تقتل البنت. صرت فز عن التخت، صرت فز على الدراج، خدت حبوب. ما بدي البنت ابدا. فجأة تحت ظروف الحرب اضطرينا انه نطلع من البلد. عشت اول فترة تحت ضغوط كتير صعبة، ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية،
حسيت حالي فقدت كل شيء. هاي التجربة مع أبعاد عطتني كتير قوة، رجعت لي الثقة بنفسي، رجعت عطتني شيء من اللي فقدته، رجعت حسيت حالي عم أسعى لهدف، إنه نحن عم نرجع نعيش، إنه نحن عم نرجع نعطي. صرت أنبسط شارك دورات توعية، نشاطات، إرشادات، وتوعيت إنه ما يصيرش ببنتي مثل اللي صار فيه، يا هو يتعرض لها شي شاب على الطريق ويغتصبها، يا هو حدا يعمل لي شي قصة لها. صارت أنا الفكرة تمشي براسي إنه أنا ليش عم بعمل بنتي هيك. هنيك يوم نايمة بالتخت البنت، فت الحدا جوزي عيني، يعني أنا وجوزي لنا 21 سنة مجوزين، ولا مرة كلمة تولي قايلة. شافني فت على الأوضة مطرح مني، عملت لها إياها بتنام، شافني قاعدة حدا وعم ببكي عم غنجها، بقول لها يا ماما أنا بعتذر منك، أنا ما كنت عارف البنت إلى أهمية عند أهلها هيك. أنا لأنه متعذبة عند أهلي أول شغلة، صرت أتصرف تعذيب اللي أنا متعذبته عند أهلي، فشوا كل قهري، فشوا بنتي. ليش أنا بدي أكون هيك عند أهلي؟ ليش بنتي ما بتكون هيك؟ بنتي ما كان بدي أبعدها على المدرسة قد ما قطع علي أنا، وهلأ بنتي عندي إياها بالدنيا. بالإضافة لخدماتنا الشاملة، برنامج الشؤون التربوية اللي هو دار حضاني للأطفال وتخصصت هي للأمهات العاملات، خدمات الرعاية الصحية الأولية، برنامج الأدوية المزمنة للمرضى. من برامجنا الأساسية منهتم بالحماية الاجتماعية للأطفال والعنف ضد الأطفال أو العنف الأسري المتواجد. من حوالي 3 سنوات تأسس برنامج كتير مهم، مراكز نموذجية للنساء والفتيات المعارضات للعنف على أساس النوع الاجتماعي، وكان هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة أبعاد، وتوجهنا فيه بشكل أساسي للسيدات يلي كانوا فعلاً بحاجة لرفع مستوى الوعي عندهم حول المهارات الحياتية الأساسية، تمكين النساء على مواجهة اللي ممكن يوصل للعنف الأسري. مثل ضغط هيك خف عني كتير، يعني وصلت لمرحلة أنا مرحلة اليأس، مرحلة اليأس ومرحلة الاكتئاب، وصلت لدرجة كتير صعبة، يعني ما بقى شيء يفرحني، يعني كانت الضحكة فارقتني كذا شهر أكتر من هيك. أنا مريت وبعد ما سجلت تحت حسيت إني مثل حزن طلع مني، في حزن موجود جواتي وما بيطلع مني وما بنسى، بس اللي جواتي الحزن المستعصي، الحزن المستعصي اللي كان جواتي طلع مني، حتى لو حدا مقتني أو زعلني ما بقى ياخد أي أهمية، لأنه الشيء اللي كان بيستاهل الحزن حزنته وخلص، والباقي كان كله تافه. فترة اللي كنا نعمل تدريب على المكياج كانت تسبق التمرين المكياج بمحاضرة هيك بسيطة أبو 5 دقايق 10 دقايق هيك، كانت تأثر فيني أكتر شيء قصة الاكتئاب واليأس والحزن هذا كتير كنت أندمج بهالحديث، ولما أحكي شيء أنا من عندي أنا أحكي شيء حس شيء عم يطلع مني، أنا حس شيء عم يطلع مثل الضغط، ضغط نفسي يطلع يتنفس يطلع لبرا لما أحكي أنا أو أسألها أي سؤال وتجاوبني هي. الجلسات اللي كنا نعملها هي كانت مختصة اللي بتفوت الأشياء الاجتماعية اللي بتفوت ضمن كل عائلة، هلأ يمكن أنت عندك يكون حالة خاصة ما حدا يحكي فيها، ضمن مجتمع أو اجتماع أو محاضرة حدا يحكي هالقصة تكون عندك موجودة أنت، أو نحن لما كانت تحكي حس الحالة اللي تحكي عنها تحس عني أنا، اللي كانت البنت تحكي حسها تحكي عني أنا. صار عندي أمل بالحياة أكتر من الأول، صرت حب الحياة، صرت حب أنزل وأطلع ودايماً فرحاني،
كان الهدف أول شيء نضوي على مشاكل العنف عند المرأة، وبما أنه مدينة جبال أو مركز جبال وقضاءه، هيدي المشكلة شوي تابو، يعني منا كتير واضحة، منا ما الست كتير بتحكي عن مشكلتها. خبرتنا مع أبعاد كانت حلوة، استفدنا لأنه كان مش بس توعية، كان تدريب للفريق العمل، كان توعية للسيدات ومتابعة للست اللي عندها مشكلة عندها عنف، عندها مشاكل مع زوجية، كل المشاكل اللي هذا مش بس السيدات، حتى الفتيات للموجودين بالمنطقة، لللبنانية وللغير اللبنانية، كل واحد موجود بهالمنطقة عم بيجي ويستفيد من الخدمة. استفادت 600 سيدة وفتاة، جلسات توعية مؤلفة من 12 جلسة كل فريق، حوالي 250 سيدة دخلوا المركز وأخذوا الخدمة. كمان بقدر أقول نحن هالجهد المشترك وهالشراكة الحلوة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية أبعاد، عنا أمل كتير كبير ومتفائلين تبقى مراكز المساحات الآمنة مستمرة، ويصير في مراكز تانية بمناطق منا موجودة المساحات الآمنة.